تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا قومي كثبت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد مرحبا مرحبا احبائي عمو يزيد جد سعيد باستقبالكم هنا وانتم راكم فرحانين عمو يزيد راهو فرحان اللي راكم هنا وعلى بالكم اصدقائنا لم يشوفوا فينا وحابين يحضروا في الحصه كيما انتم ما عليهم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقه إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذا أحبائي لما تشاركوا للحضور عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com عليكم بشوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمويزيد حب يستقبلكم كامل 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 شحال راكم شابين تعالي بنتي أروحي الشاب أروحي روحي بنتي دوري الأطفال واسمك بنتي آلاء آلاء شحال في عمرك آلاء 8 سنين 8 سنين شاطرة في الدراسة 9 نسيت 8 ونص بالك 9 سنين 9 الله يبارك وين تسكني بنتي في بودواو في بودواو والله يبارك ولاية بومرداس بومرداس الجميلة شواطئها الخلابة وكامل برافو بنتي برافو شاطرة في الدراسة نعم الله يبارك الله يبارك بنتي تعالي الشابة روحي روحي بنتي تعالي تعالي دوري الأطفال واسمك بنتي إلهام إلهام شحال في عمرك إلهام 9 سنين 9 سنين شاطرة في الدراسة وين تسكني بنتي تيزي غنيف تيزي غنيف تيزي غنيف جميلة تعرضوا نجو لعندكم نجو ولا ما نجوش نجيب الأطفال ونجي نجو إذا تيزي غنيف تحياتنا تحياتنا برافو برافو بنتي برافو برافو تعالي بنتي الشابة روحي أروحي واسمك بنتي؟ مريم مريم، شحال في عمرك مريم؟ 7 سنين 7 سنين؟ وشاطرة هكذا؟ وين تسكني بنتي؟ في مفتاح في مفتاح، جيتوا مع الجمعية؟ نعم الله يبارك، إذا جمعية كفل اليتيم لمفتاح أحبائنا ودائما قايمين على الأطفال أحبائنا تاني تهلاو فيهم وكامل إحنا تاني كاع الأطفال خوتنا، يا أخي بنتي هيا تفضلي بنتي تفضلي تفضلي، أروحي الشابة أروحي أروحي شحال راكي شابة وقفي هنا وقفي وقفي واسمك بنتي رميزة الله يبارك اسمك شباب شحال في عمرك 6 سنين 6 سنين وين تسكني في هراوة في هراوة الله يبارك برافو بنتي برافو برافو أحبائي عمو يزيد يحبكم كامل 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 وأصدقائنا كذلك يشوفوا فينا يقدروا يحضروا معنا تعالي بنتي روحي عندك حاجة في يدك أنا نحب هاد الحوايج تعالي بنتي واسمك الشابة؟ ريتاج ريتاج شحال في عمرك بنتي؟ 9 سنوات 9 سنوات شاطرة في الدراسة؟ وين تسكني بنتي؟ في ميسيا ببلدية حمادي في حمادي الله يبارك وش هو هذا؟ وردة؟ لمن؟ ليك لعمو يزيد برافو بنتي شكرا شكرا بنتي ربي يخليك ديرها لنا في المنزل هنا حطيها باش الأطفال كاع يشوفوها إذا أحبائي عمو يزيد يعتز بالصداقة تاعكم يعتز بالحب نتاعكم هو تاني يحبكم بزاف 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 أحبائي في هاد الفترة يوم 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية على بالكم علاش سموه اليوم العالمي للغة العربية؟ على بالكم بلي اللغة العربية أصبحت لغة رسمية تتداول في الخطابات في الأمم المتحدة منذ أن أصبحت اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة أصبح اليوم العالمي للغة العربية منذ 18 ديسمبر أحبائي اعتزوا بلغة القرآن اللغة العربية لغة القرآن أحبائي 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للمهاجرين أحبائي على بالكم في العالم هذا ما كانش غير السلام احنا الحمد لله رانا عايشين في السلام ولكن كاين شعوب وأطفال يهاجروا كاين ناس ما عندهاش مأوى تفارق الأوطان نتاعها عبكم الوطن الوطن يا أحبائي الإنسان نعمة من نعم الله أنه يكون عنده وطن وعايش فيه المهاجرين أحبائي بالمرات يروح لهم الوطن ويهاجروا لأوطان أخرى هذا الشيء
محبوش الانسان، الانسان دائما عنده الانتماء ويحب الوطن تاعو. حبوا الوطن تاعنا احبائي. برافو برافو. يوم 19 ديسمبر 1992 تم التصديق على ميثاق حقوق الطفل في الجزائر، ومن بعد باش دخل حيز التنفيذ بمرسوم تنفيذي يوم 19 ماي 1993. هو اليوم العالمي لحقوق الطفل هو 20 نوفمبر، ولكن في الجزائر تم المصادقة على قانون على ميثاق الطفل سنة 92 في 19 ديسمبر. لذا في كل سنة نتوقفوا ونزكيوا المبادرة تاع الجزائر لإمضاء ميثاق حقوق الطفل. أحبائي حاجة مهمة مهمة جدا، يعني الجزائر تلتزم بحقوق الطفل. شوفوا الجزائر شحال تحب الأطفال، نحبوا أولادنا كامل أحبائي. تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول: لغز صعيب، صعيب شوية، نقول لكم قولوا لا صعيب ولا سهل. شوفوا، أيهما أثقل؟ وش هو اللي ثقيل؟ هل هو 1 طن من الطوب من البريك، يعني من الطوب اللي يبنوا به، ولا 1 طن من الريش؟ أعيد السؤال، أيهما أثقل؟ 1 طن من الطوب ولا 1 طن من الريش؟ أحبائي يا حبايب اللي شاطرين، فكروا لغاية نهاية الحصة، أنتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على السؤال عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذا الطريق. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. شاطرين شاطرين يا حبائي، فكروا لغاية نهاية الحصة وإحنا نروح دركا نستقبلوا رسائلكم. شكون اللي جبنا البريد؟ سعيد بريد. وانتم أحبائي لا حبيتوا ترسلونا باش عمو يزيد يقرأ البريد تاعكم في البرنامج، ما عليكم إذا توجهوا الموقع إلى الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. تفضل جليلو، تعال 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 ولدي، تفيقه تفيقه. تعال واش راك جليلو؟ لاباس جليلو، على بالكم متطوع مع عمو يزيد اصغر ساعي بريد، يجري في كل مكان باش يجيب لنا رسائل تاع اصدقائنا الاطفال. جليلو واش جبت لنا؟ بريد الاطفال. بريد الاطفال، برافو. اذا ضعه في علبه البريد باش عمو يزيد من بعد يقراه لكم احبائي هنا في البرنامج. وانتم الى حبيتوا عمو يزيد يقرا البريد تاعكم في البرنامج ما عليكم الى توجهوا الموقع على الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. احبائي مع السلامه عمو يزيد. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. اليوم في شخصيه اليوم اخترت لكم شخصيه مهمه وشخصية جميلة جدا جدا جدا. أنا شخصيا كان صديقي قبل ما يتوفى الله يرحمه ويوسع عليه، كان إنسان مثقف، كان إنسان طيب، كان إنسان يحب الغير، كان إنسان باحث دائما يبحث، وخاصة في تاريخ الجزائر العاصمة. إذا نروحوا مع وفاء بنتي نتعرفوا على المرحوم بالقاسم باباسي. تفضلي وفاء. أعطونا أعطونا تحية على وفاء بنتي. تفضلي بنتي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. بالقاسم باباسي. بالقاسم باباسي باحث في التاريخ، مؤرخ وكاتب، ولد سنة 1939 ميلادي بالجزائر العاصمة. التحق بصفوف جبهة التحرير الوطني وعمره لا يتعدى 20 عام، لتقلد بعد الاستقلال عدة مناصب في الدولة، مشغلا لعدة سنوات منصب رئيس مؤسسة القصبة التي تأسست عام 1991 ميلادي بهدف حماية وحفظ هذه المدينة العتيقة المصنفة ضمن تراث اليونسكو العالمي في 1992 ميلادي، كما عرف بحصصه التلفزيونية والإذاعية حولها. له 4 كتب حول الرئيس حميدو بن علي صانع الدولة العثمانية، وكتاب حول أسطورة فاطمة المعكرة والسيدي فليح. توفي يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 ميلادي بالجزائر العاصمة، رحمه الله. برافو 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 بنتي وفاء، برافو 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 برافو. إذن أحبائي بالقاسم باباسي صديق عمو يزيد وصديق كل الجزائريين
كان إنسانا باحثا في تاريخ الجزائر العاصمة وكتب عدة كتب، وكان رئيس لمؤسسة القصبة. على بالكم أحبائي، القصبة هي من مصنفات اليونسكو، مصنفة عالميا، ومنذ تصنيف القصبة وهو رئيس هذه المؤسسة هذه، وكان ساهرا دائما على تعريف تاريخ القصبة وتعريف تاريخ الجزائر. إذن كان مجاهدا وكان باحثا، ربي يرحمه بالقاسم باباسي، تحياتنا لكل عائلة نتاعو، كان رجلا طيبا. أحبائي، أحبائي، بما أننا في اليوم العالمي في هذه الفترة للغة العربية وتكلمنا عن البحث وعلى بالقاسم باباسي وكامل، عمو يزيد لكم أغنية. بماذا ترقى الأمم؟ بالعلم. بماذا نكتب؟ بالقلم. القلم مهم جدا. عمو يزيد لكم أغنية جميلة نقول فيها: قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. تغنوا معي قلمي، يلا غنوا مع بعض. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. كل علم دونه فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. برافو 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 برافو. أحبائي، القلم هو الحريص، القلم هو الحارس على التاريخ، على كل شيء نكتبه بالقلم. أحبائي هو رفيق الطفل، رفيق التلميذ. يا أخي أحبائي، تحبوا ألعاب الخفة؟ نروح دركا مع عمو محا لجانا من مدينة عنابة في ألعاب الخفة.
تحية لعم موحة، تحية، تفضل تفضل تفضل. إذا تحية تحية لعم موحة اللي جانا مدينة عنابة، تفضل تفضل تفضل. برافو 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 برافو. اذا برافو لعمهم وحالي جانا من مدينه عنابه، وتحيتنا لكل سكان ولايه ومدينه عنابه. احبائي، في كل مره نتعرفوا على معلومه جميله في فقره هل تعلم. اليوم مع فرح راح نتعرفوا على معلومه في فقره هل تعلم. اذا تحيه تحيه الفرح، خذ لي بنتي. تحيه تحيه الفرح بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن عدد الحشرات في العالم أكثر من كل الحيوانات مجتمعة؟ برافو 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 برافو. إذن أحبائي، عدد الحشرات في العالم يفوق عدد كل الحيوانات الموجودة. إذن عدد الحشرات أكثر من عدد الحيوانات. هذه معلومة جميلة جميلة قالتها لنا فرح. إحنا في كل مرة نحاولوا نعطيكم معلومة مفيدة في هذه الفقرة هذه. أحبائي، تحبوا الحكايات؟ نعم. عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية إن الله يراني. يلا معي أحبائي. إذن أحبائي، كما وعدتكم رح نحكي لكم حكاية إن الله يراني. واحد النهار في واحد القسم في المدرسة، كما توما كي تقرأوا، تحبوا المدرسة؟ نعم. وتحبوا الأقسام تاعكم جميلة؟ تعلقوا الصور في الأقسام تاعكم وكامل. لازمها تكون جميلة باش هكذا كي تدخلوا الأقسام تكونوا حابين تتعلموا. يا أخي أحبائي، جميل جميل جدا. واحد النهار واحد المعلم حب يختبر الذكاء تاع التلاميذ تاعو. حكم ربعة تاع التلاميذ، قالهم تعالوا، أعطاهم ربعة تفاحات، كل واحد أعطاله تفاحة، قال لهم روحوا كلوا هذه التفاحة وما يشوفكم حتى واحد. وراحوا راحوا غدوة من داك جو، عيط لهم ناداهم قال لهم تعالوا تعالوا. جاء الأول قال له التفاحة تاعي، قالوا كليتها، قالوا وين كليتها؟ قالوا أنا كي دخلت للدار تخبيت مور الخزانة وكليتها واحد ما شافني. أي قالوا صح. الثاني قالوا انتايا وراي التفاحة تاعك، قالوا كليتها، قالوا كيفاش كليتها؟ قالوا كي كنت رايح منها من المدرسة قالوا توقف في الطريق تحت واحد الشجره كبيره كبيره ما كان كاين حتى واحد، تخبيت هكذا وكليتها. ومن بعد جاء الثالث قال له وانت؟ ايه قال له انا كي لحقت للدار ومن بعد كانت في المحفظه تاعي، من بعد ديت المحفظه خرجت برا، قال له خرجت للجنان
للساحه برا، تخبيت من واحد الحيط هكذا وكليتها واحد ما شافني. قالوا صح. جا الرابع، الرابع جا لعندو تفاحه في يدو. قال له واش هذه؟ قالوا تفاحه. قالوا ما قدرتش ناكلها. قال له علاش؟ قالوا البلاصه اللي نروح لها نحاول نتخبى فيها. قالوا نتفكر باللي ان الله يراني، ما نقدرش نتخبى من ربي سبحانه. شوفوا عباي بالمرات الانسان يقول لك راني وحدي باش يدير لك شي حاجه، ولكن ربي سبحانه، ولكن الله سبحانه وتعالى يشوف فيها احبائي. عمو يزيد، عمو يزيد، الحكمه من هذه القصه هي انه علينا ان نتحلى بالمبادئ الجيده وخوف الله للعيش الحسن. برافو 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 بنتي، برافو برافو. اذا احبائي الانسان لازم تكون عنده مبادئ في هذه الدنيا، مش يقول لك انا واحد ما راه يشوف فيا وراح يدير حوايج ماشي ملاح. بالمرات الانسان هو الانسان ضعيف، يقول لك انا واحد ما يشوف فيا نروح ندير. لا لا، لازم الانسان يكون عنده مبادئ ويتفكر دائما بلي ربي سبحانه وتعالى راه يشوف فيه. يا اخي احبائي، اذا احبائي الانسان لازم تكون عنده مبادئ جميله، تكون عنده مبادئ حسنه والاخلاق الحسنه. والاخلاق الاولى هي انه الانسان مش يقول لك واحد ما يشوف فيا ويدير واش يحب. لا لا، لازم الانسان تكون عنده ضمير، الضمير والخوف من الله. احبائي يا اخي، برافو برافو برافو. واش رايكم احبائي دركا نروحوا في فقره التعرف على مدينتي، نتعرفوا على مدينه جميله جميله، هي مدينه قلمة، مع بنتي دنيا. تفضلي دنيا، تفضلي بنتي، تفضلي. تحية. مرحبا يا أطفال. مرحبا. مدينة قلمة سميت بهذا الاسم نسبة لملكة رومانية كلاما، تقع في شمال شرق الجزائر، يحدها من الشمال ولايات الطارف، عنابة وسكيكدة، ومن الجنوب أم بواقي، ومن الشرق سوق أهراس، ومن الغرب قسنطينة. تقدر مساحتها بأربعة آلاف ومائة وواحد كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 482,430 نسمة، وتضم 10 دوائر و34 بلدية. تتميز قلمة بطابعها الصناعي والفلاحي والرعوي وأيضا الغابي، فهي تعتبر منطقة استراتيجية توجد بها عدة معالم أثرية وتاريخية. نذكر منها المسرح الروماني غاز جماعة بجبل كلية أبو حمدان، المتحف الروماني، المسجد العتيق، مدينة تبليس الأثرية، بالإضافة إلى حمام دباغ والذي يحتل المرتبة الثانية عالميا في درجة الحرارة، والمصنف من أجمل شلالات العالم. برافو 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 بنتي، برافو. قلمة قلمة مدينة رائعة 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 رائعة، زيادة على أنها مدينة ثورية، أحداث 8 ماي أحبائي صيف قلمة خراطة، مدينة توفى فيها عدة شهداء، شهداء الواجب أحبائي. وزيادة على ذلك هي مدينة سياحية، شلالات تاع حمام دباغ من أروع ما يكون، أروع ما يكون أحبائي، لازم تروحوا تشوفوهم. يا أخي الحقنا دركا الفقرة اضحك معنا. كل عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد، نكتة. تعالي بنتي أروح. واسمك الشابة؟ آلاء. آلاء، وين تسكني آلاء؟ في بودواو. في بودواو، ولاية بومرداس، الله يبارك. حكي لنا نكتة تاعك بنتي. واحد الخطرة معلم قال للتلاميذ ارسموا لي أكبر حيوان في الغابة، رسم له واحد التلميذ، رسم له رسم له نقطة. قال له المعلم وشنو هذا؟ قال له هذا فيل ضخم راه جاي من البعيد. جاي من البعيد. برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو. تحية تحية. تعالي تعالي الشابة، أروحي بنتي. اسمك بنتي؟ ريتاج. ريتاج، وين تسكني ريتاج؟ في مويسية ببلدية حمادي. في حمادي، الله يبارك. حكي لي النكته تاعك بنتي. كان واحد الاستاذ راح يخلص، كي عاد خارج من البوسطه لقى واحد الطلاب،
الطلاب قال له أعطيني كاش حاجة مفرح بها الدراري. قال له الأستاذ بلي قال لهم ما تقراوش غدوة. شكون اللي عنده نكتة؟ تعالي بنتي روحي تعالي 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 شابة تعالي تعالي وقعدي بنتي. واسمك بنتي؟ أمنية. أمنية الله يبارك اسمك شباب. شحال في عمرك بنتي؟ 12 سنة. 12 سنة وين تسكني بنتي؟ أنا في الكاليتوس. في الكاليتوس في الجزائر العاصمة. الله يبارك. حكي النكتة تاعك بنتي. واحد المرة كانوا عندها زوج دراري، وليدها الصغار كانت تسمع عصفور، ومن بعد خو راح وليدها الصغار راح لماما ماشي الصغار اللي كبير عليه، راح لماماه قالوا بلي ماما علاش تهيط لخويا الصغير عصفور؟ قالت له خاطرش بيبي الداي صغار كامل يعيطوا لهم عصفور. قال بصح انا كرميتو من الطاقة من الطاقة ما حبش يطير. ارماه من الطاقة اخوه. برافو 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 برافو. ما لازمش ما لازمش يرمي خوه من الطاقة احبائي. شكون اللي عنده نكتة؟ تعالي اقعدي بنتي. واسمك الشابة؟ هبة ياسمين. هبة ياسمين اسمك شباب. شحال في عمرك؟ 9 سنوات. 9؟ وين تسكني؟ ولاية البوليدة. في البوليدة الله يبارك. أي مدينة؟ في البوليدة بالذات؟ الله يبارك الله يبارك. حكي النكتة تاعك بنتي. واحد المعلم قال له للتلميذ قال له أعطني كاش جملة مفيدة فيها كلمة سكر. قال له اليوم شربت الشاي. قال له راهي كلمة سكر. قال له راهي في الشاي. سكر وفي الشاي. برافو 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 أحبائي. برافو 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 برافو. لحقنا دركا الفقرة رسائلكم. إذا شكرا ميميشا، جيب لنا رسائل أصدقائنا الأطفال اللي راسلوا عمو يزيد عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. عمو يزيد راح يقرأ الرسائل تاعكم هنا. تحية تحية لميميشا، تحية تحية لميميشا. شكرا 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 بنتي شكرا. الرسالة الأولى دهيلس أسيل 5 سنوات مدينة المسيلة. يا سلام على مدينة المسيلة. قدكم شكرا لكم وشكرا للأستاذ عمو يزيد، شكرا لحصتكم التي يستمتع بها أطفالنا ومليئة بالفرح والمرح. ربي يحفظك دهيلس أسيل بنتي. عمو يزيد يفتخر بهذه الرسائل الجميلة. مختاري مرام 5 سنوات من مدينة ولاد موسى ولاية بومرداس، قالت لكم أحب الغناء في الحصة يا عمو يزيد استضفني. إن شاء الله مرام مختاري بنتي سوف نستضيفك في الحصة حتما بنتي حتما. يحي نسيم 14 سنة حي جبلي محمد بمستغانم، قال لكم إني أحب بغبغة عمو يزيد. برافو. قال لك أنا أحب البغبغة يا عمو يزيد، عيطولي باش نجي نحضر معاكم. برافو 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 يحي نسيم. إن شاء الله ولدي نجيبك تحضر معنا من مدينة مستغانم بفرح وسرور. بن شيخ رونق إناس 8 سنوات مدينة المدية، تعجبني الحصة كثيرا وأحلم بالمشاركة فيها لأتعرف على الأطفال. برافو بن شيخ رونق إناس من المدية، إن شاء الله تجي تشرفينا بالحضور تاعك وإحنا نتشرفوا بك كذلك. شلال رشيد 13 سنة مدينة أقبو ولاية بجاية، قال لكم أنا أحبك يا عمو يزيد وأريد أن أحضر حصتك. شلال رشيد سوف نستضيفك هنا معنا حتما حتما حتما. وكم الأطفال اللي سجلوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com راح نستضيفهم هنا إن شاء الله. أحبائي أحبائي وصلنا دركا للجواب عن السؤال. فكرتوا؟ إذن اللغز قال، اللغز قال أيهما أثقل، طن من الطوب أو 1 طن من الريش؟ شكون 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 اللي يعرف الجواب؟ تعالي بنتي أروحي أوقفي قدامي. عودي ذكرني بأسمك. ريتاج. ريتاج وش هو الجواب؟
هو طوب. الطوب أثقل؟ لا لا ماشي هذا هو الجواب. لا لا تعالي بنتي أروحي الشابة أروحي دوري الأطفال واسمك بنتي؟ ماريا. ماريا وين تسكني ماريا؟ بيرتوتا. بيرتوتا شحال في عمرك بنتي؟ 10 سنوات. شاطرة في الدراسة؟ نعم. الله يبارك. وش هو الجواب؟ الجواب هو الاثنين زينان. الاثنان ماذا؟ راكي قريبة الجواب قولي لي وش حبيت الاثنان وهذا؟ متساويان. والله برافو برافو احبائي اقعدي معايا. 1 طن من الطوب ولا 1 طن من الريش كلاهما يزن طن، فهمتوا؟ وعندك برك الطن تاع الطوب يكون اصغر في الحجم ولكن الطن تاع الريش هو يكون بابور يكون باخره. فهمتكم احبائي؟ برافو قعدي معايا اعطيه الهديه تاعها. اعطيه الهديه تاعها. اذا بنتي عمو يزيد يعطيك هذه الهديه على شطارتك. شكرا. العفو العفو بنتي تفضلي 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 تفضلي. دركا راح نستقبلوا رسم اليوم. اذا بشرى جيبي لنا الرسم تاع اليوم نشوفوه. شوفوا هذا الرسم الجميل. خذ الميكروفون. يلا واش يقول الرسم تاع اليوم؟ لغة الضاد. لغة الضاد الله يبارك. لغة القرآن أحبائي يوم 18 ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية لغة القرآن. نعم أنا خيرت لغة الضاد لأن لغة العربية هي الوحيدة التي تحتوي حرف الضاد. برافو 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 بنتي. إذن ديري هنا هي في المنزل. برافو 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 بنتي. إذن شكرا شكرا شكرا. أحبائي في كل حصة نستضيف الطفل والطفلة يحتفل بعيد ميلاده. اليوم عندنا عيد ميلاد سلمي مريم. تعالي بنتي تعالي تعالي تعالي. إذا احنا راح نغنوا لسلمي مريم عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا راح يجيبوا لنا الكاتو ديالها. يلا تغنوا معايا كامل. عيد ميلادك أحلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. من قبلك نتمنى صحة وسعادة وهنا أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهل أمراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات نسهل أمراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات. الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. أبو برافو 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 برافو. اذا بنتي عمو يزيد يشعل لك الشمعه وانتم احبائي
ما لازمش كاع تشعلوا الشمع ولا تلعبوا بالنار. انتم صغار الكبار هما اللي يشعلوا لكم الشمع احبائي، ما نحبوكمش تتحرقون حبوكم يا اخي. ديروا معايا العد التنازلي لمريم. اذا 7 6 5 4 3 2 1. طفي الشمع بنتي، طفي طفي طفي. برافو 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 برافو، اعطيني الشهاده تاعها. اذا مريم بنتي، عمو يزيد يعطيك شهاده انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد، وانتم احبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهاده هكذا باسمه، يحتفظ بها كذكرى، يعلقها في الدار وتقعد كذكرى يا اخي احبائي. هذه ليك. وبما انك راسلتينا باش تحتفلي بعيد ميلادك، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهديه الجميله، هذه تاعك هذه بنتي. كيف فرحانه؟ فرحانة بزاف ولا شوية؟ بزاف. برافو 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 برافو. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت أحبائي، نحبوكم. سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم. باش نمثلوا الثقافة تاع بلادنا، أنا عمو نحبو بزاف خاطش يعطي برنامج جدي ممتع للأطفال ومثقف ليهم، ونحبوه بزاف، يعطي أشياء مفيدة قادرة تفيدنا في دراستنا وفي حياتنا اليومية. فرحت بزاف برنامج عمو يزيد، جيت عند عمو يزيد لقيت الحيوانات، رحت في جيت عند عمو يزيد. تحبيهم الحيوانات؟ ايه. كيفاش تحبيهم؟ نحبهم بزاف. تاكلوا من الماكله تاع الفلان؟ والله هي الفكره تاع وليدي ماشي انا، كي نشوف بزاف لي ميسيون هذه تاع يزيد دونك الى اون ريفلكس باش تجن اختو ايطولي. قلت لهم عندي بنت اختي وسي بنت خويا، اسكو نقدر نجيبها معايا؟ قالوا لي وي، دونك انا جبتهم صافي بليزير. والله غير صافي يسمن من اللي على بالهم باللي يجيو، فرحه كبيره الحق تاع حاجه كبيره يجوزوا مع يزيد دونك اون ميسيون مليحه كيما هذه. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.